ايه يا ما جبتي من السجن بشايركو؟ ايه يا مستر كلبي وهنتني سلامتكو؟ الله يسلمك. طلعت وبعدها بتسلم قضايا هون على بالنسبة للإطارات يعني إحنا معاناة كبيرة داخل السجن وبتعرفوا داخل الأسر شو المعاناة وشو يعني بنعانية. شو اللي بيعانوه هناك الأسيرات يا حجي؟ خلي العالم يسمع. إحنا بدنا تحرك من الكل، من كل الشعوب إنه تتحرك بالنسبة للأسرة، يعني الأسرة هم أكثر إشي هم مهمين إلنا. الأسيرات كثير معاناة، كثير أوضاعهن الصحية، الأسيرات بدهم يهتموا فيهن، مطالبهن إنه تهتموا فيهن أكثر. شهر كيف مروا 24 شهر عليكي؟ كثير صعبات، إنه الحرمان الأولاد، حرمان الواحد، الزيارة، يعني هسا حاسة إني بحياة جديدة إلي، حياة جديدة. أنا حسيت يعني حين ما طلعت لحد الآن حياة جديدة، يعني حسيت مع أولادي وشوفتي إلهم، من حرمتهم سنتين ما شفتي شو بعض الأولاد من أولادي. شو رسالتك للمؤسسات الحقوقية؟ إنه يهتموا بالأسيرات أكثر، فيش اهتمام من ناحية مرضية، من ناحية يعني الأسيرات بحاجة لدكاترة، لطب من برا اللي هي كثير بتحملوا على حالهم، لأنه كأسيرات ما في، لازم انه تكون الطبيبة الهن. طب مشاعرك اليوم وجوزك مطارد من قبل الاحتلال وانت طلعت؟ طبعا الان هو مش راح يقدر انه يشوفك، كيف فرحتي؟ مش تامة ولا مرة بتكون الفرحة عندي تامة، دايما ناقصة. يعني لما انأسرت كان ابني اتزوج وانا بالاسر وأجد جاب أطفال وأنا لسه ما بعرفهم ولا شفتهم وهسه ابني بالأسر، إحنا كل حياتنا معاناة.